الحقيقة أنا ما سمعتش الموضوع ده هوت عند المخرج الكبير جلال شرقاوي قال على مسرح مصر اللي هو مجموعة حشاشين، وبس اللي أنا سمعته اعتراض أو اختلاف الفنان الكبير محمد صبحي لكون ينقال. ومرة الأستاذ وائل براشي كان مستضيفني بيتكلم على مسألة مسرح مصر وقال لي أنت شايف إن ده مسرح؟ قلت له طبعا مسرح. ما شفتوش ابني؟ لا ابني لا. لو شفتوه قولوا له الوصية دي ايه؟ كلمتين يا ابني عندي أغلى من الياقوت، كنت مصدع يوم ولادتك جيب لي ريفو لما أموت. قلت له إن الفنان محمد صبحي يعلم جيدا إن المسرح أنواع، ده في مسرح شارع، في مسرح غرفة، في مسارح كتير، فده شكل من اشكال المسرح. ليه مستقطرين على الاولاد نقول عليهم مسرح ونقول عليهم سكتشات؟ طبعا الفنان محمد صبحي مع احترام الكامل للمخرج الكبير جلال الشرقاوي، الفنان محمد صبحي لما اتكلم ما اهنش العيال وما اهنش اشرف عبد الباقي وما اتكلمش على ان دول شويه حشاشين ولا الكلام ده ولا بتاع، هو بس مستقطر كلمه مصر على الموضوع، يعني كلمه مسرح مصر، شايف ان مش ده مسرح مصر، هو حق ربنا مسرح شكله مختلف. لو اتفق لو اتكلمنا بس على مسرح العلبة زي ما يقال يعني، او المسرح اللي احنا عارفينه الجمهور عارفه الستيج والصالة والكواليس الشوايات والستارة وكل الكلام ده، ممكن يبقى مختلف، لان دول بيعملوا مسرحيتين كل اسبوعين، كل اسبوعين عندهم مسرحيتين جداد. لكن انا مع احترامي الكامل للمخرج الكبير الفنان جلال الشرقاوي، لا يا فندم دول مش محششين، دول ولاد ناس ودول فنانين كويسين جدا وغازوا السوق دلوقتي ونجوم كبار، وفي منهم مثقف وفي منهم قاري وكوميديانات عظام.